تبدأ معاناة جرح الجيش الوطني والمقاومة من لحظة الإصابة الأولى إلى لحظة العلاج شهور عدة يقضونها في المعاملة للحصول على منحة علاجية من الدولة إلى إحدى دول الخارج بعد أن عجزت المستشفيات في الداخل عن علاج إصاباتهم البالغة ولا يكاد الجرحى يخرجون من معاناتهم الأولى حتى يدخلون في معاناة أخرى تتمثل في السفر الشاق الى الدول التي حصلوا على منح علاجيه اليها وذلك بسبب عدم توفر مطارات في المناطق التي يقطنون فيها وبمجرد الوصول الى الدوله المحدده لتلقي العلاج اللازم يتفاجؤون بمعاناه اخرى تتمثل بعدم الاهتمام من الجانب الحكومي وضعف التنسيق المسبق اكثر من ثلاثه الاف مصاب تم نقلهم الى دول الخارج لتلقي العلاج حتى الان نسبة كبيرة منهم ما زالوا عالقين هناك، توزعت الدول التي تم نقل الجرحى إليها بين السعودية والإمارات ومصر والسودان والأردن وتركيا والهند. جرح الجيش الوطني والمقاومة في السودان هم الأكثر معاناة وتعرضا للإهمال، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات لا تختلف عن المستشفيات المتواجدة في اليمن والتي تفتقر إلى الكوادر القادرة على علاج اصاباتهم بحسب تصريحات عدد من الجرحى وقفات كثيره نظمها الجرحى امام السفارات اليمنيه في الدول التي يتواجدون فيها ومناشدات مستمره اطلقوها على اسماع الحكومه علها تصغي اليهم لتخفيف اوجاعهم ورغم هذه المناشدات والوقفات لم تقم الحكومه بالدور المطلوب تجاه جرحى ضحوا باغلى ما يملكون من اجل شرعيتها يبقى جرح الجيش الوطني والمقاومه في الخارج عالقين بين وجعين وجع اصابتهم ووجع اهمال حكومتهم